أوتوموتيف إنجينيرينج داي حدث مميز راح يصير بجامعة الاليو فرع جبيل، وهدفه التوعية أو الإضاءة على أهمية النقل المستدام بلبنان. تفاصيل أكثر مع ضيوفنا. برحب بسيرج الخوري، أهلا وسهلا فيك سيرج. شرفتنا حضرتك. رئيس الـ ASME أو الـ American Society of Mechanical Engineers بلبنان. معنا كمان رنين أبو جمرة، أهلا وسهلا فيك رنين. حضرتك Senior Year Representative بجامعة الاليو. هالحدث كتار ناطرينه، حدث تكنولوجي بامتياز مثل ما خبرت قبل شوي، وبصير لتاني مرة عندكم بالاليو من تنظيم الاليو، ولكن طلاب من عدة جامعات راح يشاركوا فيه. بداية خبرنا عن الـ ASME سيرج. أوكي. أول شيء الـ ASME هي يعني briefly American Society of Mechanical Engineers، يعني هو مثل مجتمع للميكانيكال انجينيرز، يا طلاب يا graduates. It's an international organization. موقعها بأمريكا، يعني منظمة دولية عندها chapters بكل دول العالم، انتشرت على العالم كله لتجمع هالطلاب بين بعضها. ونحن عنا بلبنان student sections بنسميهم بAUB، LAU، NDU، RHU وكتير من الجامعات غيرهم. فمنعمل نحن نشاطات لنجمع بين الطلاب بين بعضها، مثل يعني هيدا الحدث اللي عم نعمله هيدا السنة Automotive Engineering Day. هلا النشاطات اللي بنعملهم نحن يوجوالي اون كامبس واوف كامبس لنعرف التلاميذ على الميكانيكال انجينيرينج ان جنرال، على الفيلدز، على الكاريرز اللي فيهم ياخذوها ليتر اون، وبلس نعطيهم ان انجينيرينج برسبكتيف، يعني اشياء ما فيهم يتعلموها بالجامعه، يتعرفوا مثلا على التكنيكاليتيز، على الورك شوبس. مثلا بنروح على فيلد تريبس، بنشوف سيارات اون سبوت، بنروح بنشوف مثلا تيارات، هيك اشياء يعني خاصه. هون شو عم نشوف صور سيرش؟ هون طلعنا خارج اطار نهار واحد، هون عم نحكي عن مختلف النشاطات اللي بتقوموا فيها. هيدا 100%، هيدا واحد من النشاطات اللي عملناها. هيدا ثالث سنه انتو كـ ASME عم نحكي. نعم. هيدا اليورو تريب اللي بنعملها كل سنه، بنروح على كذا بلد، بنشوف انترناشونال اورجنايزيشنز، خصوصي يعني نحن بالاليو بنهتم اكثر شيء بالاوتوموتيف انجينيرينج، فبيكونوا هدول الرحلات على شركات كبار مثل فيراري، مثل ما عم نشوف بي ام دبليو، لامبورغيني وغيرهم وغيرهم من شركات. وهون عم نشوف ايرباص، يعني كمان خاصه بالايرونوتيكال انجينيرينج. وهذه فرصه مفتوحه بس للطلاب اللي عم يتخصصوا بالميكانيكال انجينيرينج او بانواع مختلفه من الهندسه المتعلقه بالاوتوموتيف اندستري 100%. يعني فيهم يكونوا حتى من فروع بالميكانيكال انجينيرز، ليتس سي ميكاترونكس، يعني كمان فيهم يكونوا معنا از ممبرز بالاي اس ام اي. So the ASME members فيهم يشاركوا بكل النشاطات طبعاً. رنين، أوتوموتيف إنجينيرينج داي شو هدفه؟ هيدي تاني مرة بتقوموا بهالحدث. الهدف بعرف في أكثر من هدف، ولكن الهدف الأساسي هو شو؟ نحن بلشنا هديك السنة أول أوتوموتيف إنجينيرينج داي لأنه معظم الميكانيكال إنجينيرز بيكونوا أكثر إنترستد بهيدا الفيلد هو الأوتوموتيف. وهيديك السنة كان كتير ناجح هيدا الإيفانت، فحبينا إنه السنة نرجع نعيده وناخد عنوان هيدا السنة هو Sustainable Mobility، النقل المستدام. هلأ النقل المستدام له معنى خاص بلبنان، شبه مفقود أولاً، خلينا نتفق. أقرب شيء له هو النقل العام الموجود عنا، اللي كمان بده تنظيم وشغل وتطوير كتير. عم بتضوع على هالموضوع من خلال هالحدث؟ هو Sustainable Transportation تفسر أكثر، هو يعني تننقل مثل نصير بلدان رفقة للبيئة، وبنفس الوقت نكون عم نخفف emissions يعني تلوث، يعني مشاريع تنقل صديقة للبيئة 100%. يعني it's more of a green environment، يعني مش بس هدفنا نوصل الناس من point A to point B، نوصلهم ولكن علما بها المواضيع الأساسية. صح. هلا هدول القصص عم بيشتغلوا عليهم already ببلدان متحضرة برا بيوروب وبأمريكا، بس نحن بينقصنا كتير اشياء بلبنان. فبهيدا الايفنت عم نجرب نشوف مع الطلاب يعني الخطه اللي فيه يلتزم فيها لبنان تيوصل على السستينبل ترانسبورتيشن. هلا نحن بينقصنا مثلا بلبنان انفراستراكشر، طرقات جاهزه كمان 100%. يعني نحن عم نجرب بهيدا الايفنت الاوتوموتيف انجينيرينج داي نخلي التلاميذ يوعوا على هالموضوع اول شيء،
ويرجعوا تمييز اللي اختاروا هالتخصص انه يخلوا ببالهم انه هيدي اكثر حاجاتنا بالنسبه لهالمجال. هذا الواجب صار على الانجينيرز والاتكال على الميكانيك كمان. صح. رانين مين مدعو لهالايفنت؟ لمين موجه؟ نحن دعينا كل الاليو كل تشابترز اي اس ام اي من كل الجامعات، يعني هي ريجنال، يعني مش بس طلاب الاليو مشاركين بهالحدث، حتى ولو راح يصير عندكم على بحرم جامعه جبيل كل الاي اس ام اي ممبرز من كل الجامعات راح يكونوا موجودين مشاركين بهالنهار. 22 نهار السبت 22 نيسان، شو بتضمن هالنهار؟ هلا هو النهار مقسم على جزئين اذا بدك، في مورنينج سيشنز هذا بيكون فيه كونفرنس يعني برزنتيشنز، بيجوا سبيكرز انترناشونال بما انه هن عندهم الخبره اللي بتنقصنا بلبنان، حبينا نوسع السكيل ذس يير، نجيب سبيكرز من الـ ASME او خبراء من تويوتا يوروب، من فيديكوم، هدول يعني شركات كبار بالاوتوموتيف انجينيرينج من فرنسا ومن بلجيوم مثلا، ومن انجي بلجيوم كمان مشاركين، بيجوا بيضوا على هالموضوع من ديفرنت باك جراوندز اللي عندهم اياهم، بخبرونا انه كيف هن عم بيطبقوا السستينبل ترانسبورتيشن ببلدانهم، وبيعطونا مثل خطه للبنان بلس مشاركين معنا من اليو ان دي بي ومن وزاره الطاقه تيعطونا الخطط اللي اوريدي عم تنعمل بلبنان. وبينما لبعد الظهر بيصير في عنا ورك شوبس مع لوكال كومبانيز من لبنان مثل بورش وتويوتا مشاركين معنا السنه، وبورش لهم تحيه شاركوا معنا كمان لاست يير وعن جد عطيونا مستوى كثير عالي. كمان بدهم يضووا على هالموضوع بالتكنيكال بيرسبكتيف، يعني بيعطونا ورك شوب بفرجونا السيارات كيف عم بيطبقوا السستينبل ترانسبورتيشن بالصناعه السيارات بلبنان. يعني بس شركات سيارات معينه عم تشتغل على هالاساس؟ لا، هلا كل الشركات they're moving towards a trend، يعني صوب يعني كله رايحين بهالاتجاه بس في يعني اكيد شركات عم تسبق شركات، ونحن يعني حبينا نستضيف اللي اوريدي مطبقين. مثلا التويوتا اوريدي عاملين التويوتا بريس، اتس ا هايبريد كار صديقه للبيئه، ويعني اي ثينك اتس ذا موست نون هايبريد كار. كمان البورش عندهم عم بيطبقوا هايبريد كارز، عم بيطبقوا لايت ويت ماتيريال كمان. ولكن هل طرقاتنا والانفراستراكشر عندنا بلبنان مجهزه لهالنوع من السيارات؟ حاليا كثير قليل، يعني ما يعني بنشوفهم على الطرقات بلبنان، او هل المستهلك اللبناني اقتنع بفكره الهايبريد كار؟ او هون كمان بدنا نضوي يمكن على هالموضوع، او في يكون في توعيه حول هالموضوع. مزبوط. هلا نحن بينقصنا البوليسيز اول شيء تنروح صوب هيدا الاتجاه. نعم. هلا التوعيه موجوده والانترست موجود، بينقصنا بس انه ناخذ الاكشن ونبلش ننفذ بلبنان. هالحدث برعايه رسميه كمان من وزير سيزار ابي خليل. نعم. صح. 100%. ويعني كمان مشرفينا من قبل الوزاره ومن قبل اليو ان دي بي، يعني هن ممثلين كمان 100%، هن اور ايفنت بارتنرز. شو عم نشوف هون بهالصور؟ هيدي للايفنت لاست يير. كان مشارك معنا مثلا هون وسام ابو نادر، هو من قبل بي اس اب جو وسيتروين. هي هون مثلا شاركوا اليازا، فرجونا كيف بنعمل رود سيفتي ميجرز وقت اللي يكون في مثلا حدث حوادث، عملوا كار كراش هون. هدول التلاميذ اللي مشاركين معنا من الاي اس ام اي، من عده كلهم من اي اس ام اي. نفس الحضور مثل السنه الماضيه، يعني الحاضرين كانوا السنه الماضيه كمان مدعوين هالسنه. ايه اكيد، يعني وحتى في كمان هيدي السنه. يعني هل عم تتعاونوا مع منظمات او جمعيات بيئيه بالنسبه للتوعيه حول هالموضوع؟ هلا اليو ان دي بي بحد ذاتها عم تشتغل على السودال بروجكت اللي هو مشروع بيئي اكيد بحد ذاته. حتى وزاره البيئه كمان حتكون مشاركتنا 100%. رح يكون في ممثلين من وزاره البيئه. شو الجديد من السنه الماضيه لهالسنه؟ شو غيرتوا؟ شو اضفتوا على هالحدث؟ اللي اضفناه انه اعطينا ان انترناشونال بيرسبكتيف للايفنت تبعنا، يعني هيديك السنه كان بينقصنا هيدا الشيء، كنا بس وير فوكسينج اون لوكلز، يعني اللي موجودين بلبنان، اعطيناها مثل ان ادج انترناشونال، دعينا سبيكرز من برا، لانه نحن مثل ما قلنا السستينبل ترانسبورتيشن بينقصنا بلبنان وبدنا خبره. نعم. برا. اعطينا فكره او اكزامبلز سيرج عن شو يعني سستينبل ترانسبورتيشن موجوده بغير دول. الكتريك فيهيكلز، هايبريد كارز،
صح. هيدي بالاوتوموتيف فيلدز، يعني بنزين هون على السيارات. هلا هو السستينبل ترانسبورتيشن، لانه الترانسبورتيشن اكثر شيء يعني عم بيشكل مثل 30% من الاميشنز الموجوده اليوم بالعالم، بس حتى السستينبل موبيليتي ان جنرال موجوده بكل فرع هندسي. نعم. يعني حتى بالباور جنريشن يعني ولاده الطاقه موجود السستينبل موبيليتي، يعني عم نجرب نلاقي هون في الطاقه المستدامه. إيه؟ عم نستخدم رينيوبل ريسورسز. نعم. صرنا تنولد الطاقه. هل ممكن اي من المشاهدين عم يحضرونا يشاركوا بهالحدث او فقط للطلاب؟ هلا هيدي السنه صعبه شوي، بس اكيد نحن بندعيهم يعني كل سنه يضلوا يشاركوا معنا، لانه هيدا الايفنت رح نخليها تصير ان انيوال ايفنت. اتس لايك اور كلوزنج ايفنت للال اي يو، للاي اس ام اي الال اي يو. سو اكيد يحضروا حالهم لنكست يير لاشياء احلى واكبر. كل سنه. نعم. بدنا نجرب نزيد عن سنه، نتامل هالشيء وان شاء الله بتحققوا هدفكم اللي هو التوعيه بالدرجه الاولى. بنرجع بنذكر اوتوموتيف انجينيرينج داي بجامعه الال يو فرع جبيل نهار السبت 22 نيسان. وعقبال كل سنه، اهلا وسهلا فيكم. وقفي مشاهدينا ومنتابع لايف.